اكشلي انت عملتي ذا بيرفكت انترو لاخر خبر معانا النهارده، وانتي السياحه تنتعش. واكشلي الخبر اللي معانا الاخير معانا انه مصر استقبلت 7 مليون سائح في اول نص من السنه من 2023. 7 مليون، وفي ابريل بس، في ابريل بس خمني كانوا كام في ابريل؟ بس الشهر مليونين، اقل شيء مليون و 35. واو، فده انجاز مش طبيعي. يعني احنا اولموست بالظبط كنا في 2022 11.7 مليون تورست في المجمل السنه كلها في 2022. فانت متخيله ان احنا في النص الاول اولموست 8 مليون سائح زارنا دلوقتي بس في نص لحد نص السنه. فانا اكسبكت كمان لما الجو كمان بقى اخر سنه دي ناس كتير قوي تحب تيجي مصر برضو في الجو كمان. فمتوقع ان احنا هنكسر ريكورد بتاع السنه اللي فاتت. هننتعش بجد manifestation. بس فذات great news. You heard it here first يا جماعة. بالظبط. بس I think definitely هنبريك الريكورد لأنه بس في نص السنة خلاص we're so close إن احنا نحقق الريكورد بتاع السنة اللي فاتت كله. فهوبفلي ده يزيد. و I think إنه في أبريل الجو ما بيبقاش برد ما بيبقاش حر، في حين إنه في بلاد تانية بيكون. It's the best season I think. حلوة قوي. That's all for today. قوي. دي كانت اخبارنا النهارده، انبسطنا جدا معاكم. بنفكركم تعملوا لنا فولو على كل الاكونتس بتاعتنا، تيك توك، انستغرام، فيسبوك، تويتر، ويوتيوب. وكمان ما تنسوش ثريدز، خشوا هناك وتابعونا وشوفوا كده اخر الاخبار اللي بننزلها. اعملوا لنا فولو بليز، وكمان قولوا لنا حابين تشوفوا ايه في لافين كايرو شو، مين الجست اللي حابين تشوفوهم الفتره الجايه خصوصا احنا داخلين على الصيف. وقولوا لنا حابين تشوفوا ايه اكتر على ثريدز. بنفكركم كمان تعملوا لنا فولو على تشوفوا الحلقات كامله لو فاتتكم على اليوتيوب، او تسمعوها كامله كبودكاست على جوجل بودكاست، ابل بودكاست، سبوتيفاي، وانغامي، وكمان بوديو. اي حاجه بتحصل حواليكوا على طول حطوها ستوري، اعملوا منشن لوفن كايرو واستخدموا هاشتاج لوفن كايرو. وزي ما فرح فكرتكم اول الحلقه، دلوقتي احنا في الصيف وعندنا كامبين لوفن سمر. بليز على طول اول ما تسافروا الساحل او اي حته، او اول ما تعرفوا اي حاجه مختلفه عن الصيف في مصر، منشن اس واعملوا هاشتاج لوفن كايرو ولوفن سمر. وانجوي الصيف السنه دي، وما تنسوش تاخدوا لوفن كايرو معاكم في كل حته بتروحوها. واحنا هنكون معاكم ان شاء الله، بنكفر كل حاجه في الصيف، وبنقول لكم ايه الحفلات اللي ممكن تتبسطوا فيها وتقضوها في الساحل الويك اند ده واللي بعده، او ثرو الشهر بشكل عام. That's it. Thank you guys for watching. نتمنى نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد، وباي.